برحب طبعا بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا من هنا من داخل اكيد فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس وحفل افتتاح طبعا للفرع اليوم. يمكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاجواء ورانا، ويمكن معي في هذه اللحظات اكيد الكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق الشباب طبعا بكره القدم. كابتن شريف طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا ببارك لك النهارده على افتتاح الفرع. شايف الافتتاح ازاي طبعا النهارده والتنظيم واكيد حفل الافتتاح؟ اكيد في البدايه احنا بنبارك طبعا لجمهور النادي الاهلي وعيله النادي الاهلي، بيتنا الكبير كلنا، ومبروك للكابتن محمود الخطيب يعني المساهمه في الصرح الرابع وتكمله المسيره بتاعه الانجازات لكل رؤساء الانديه السابقين ومجالس الاداره السابقين، وده نجاح كبير جدا ليهم، واتمنى ان شاء الله استمراريه في اعمار بيتنا الكبير اللي هو بيت النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يا كابتن شريف دايما معودنا على المزيد من الانجازات، طبعا سواء يعني على المستوى النادي الاهلي وعلى المستوى الرياضي اكيد المزيد من البطولات. شفنا الحلم ده كان موجود عند العديد زي كابتن صالح سليم، زي الفريق مرتجي كان حلمهم برضو ان يكون في فرع النادي الاهلي مدينه نصر الشيخ زايد، ودلوقتي بتحقق فرع التجمع الخامس. اكيد طبعا، يمكن الحمد لله، يمكن انت شفتي الصرح الكبير اللي احنا فيه ده وموجودين فيه، والاحتفال العظيم والانجازات المسبوقه اللي قبل كده واللي احنا متواجدين فيها دي كلها تحسب لمجالس الادارات بتاعتنا، ودايما هي تحسب للمنظومه كلها والبيت النادي الاهلي، العيله الكبيره اللي هي الاعضاء والجماهير وكل ده، احنا كلنا بنعمل في منظومه واحده، وده الحمد لله يمكن ده ناتج النجاح الكبير اللي انت شايفاه دلوقتي. كان الكابتن محمود الخطيب في كلماته الكبيره والجميله اللي بيقولها، طبعا شكر لسياده الرئيس ولجميع سياده الوزير واشرف صبحي وجميع الوزارات والمسؤولين المساهمين في هذا الحدث. دايما عمرك ما بتنجح لوحدك، لازم الايد الكبيره هي اللي بتساندك، والحمد لله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكبر داعم للرياضه واكبر مساند دايما لاي حد بيمثل الرياضه المصريه، ويمكن الكابتن محمود قال ده في كلمته، والحمد لله ده ناتج اللي انت شايفاه دلوقتي، ده النجاح الكبير يعني. اكيد يا كابتن شريف، وببارك لك مره ثانيه يا كابتن طبعا، واكيد بقى مزيد ان شاء الله من التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله مع بدايه الموسم بالنسبه لحضرتك. اكيد طبعا، كل التوفيق لينا كلنا، ومبروك لينا على الانجاز الكبير ده. مبروك يا كابتن. شكرا شكرا شكرا. كده طبعا كان لقائنا مع نجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد الفضيل والمدير الفني اكيد لفريق الشباب، والان العوده مره اخرى للاستوديو.